ديالنا كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله يا ربي، نتوما وليداتكم والعائله ديالكم، وربي يحفظكم وربي يستركم في الدنيا وفي الاخره. وشكرا لكم بزاف على التشجيعات ديالكم، شكرا لكم بزاف على لي كومونتير الزوينين ديالكم، ربي يحفظكم وربي يستركم. ومرحبا والف مرحبا بالناس الجداد، بزاف الناس اللي كيقولوا لي اختي حسنيه اول مره كنشوف القناه ديالك وعجبتني، شكرا لكم، الله يكبر بكم وربي يحفظكم وربي يستركم في الدنيا وفي الاخره. احبابنا العزاز، اليوم نهار جديد وفيديو جديد، نخلي بعدا كلمه الحميد. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير. دابا نتوما كما كتشوفوا احنا مع حميد وحسنيه في الكوزينه، وكنشكر المشاهدين كاع اللي يتابعونا في قناه حسنيه فلوغ، والمشاهدين الجداد تا هما شكرا لهم بزاف ومرحبا بهم في قناه حسنيه فلوغ. وانتم كما كتشوفوا دابا حميد وحسنيه في الكوزينه، احنا كنصوبوا الحوت. سالي بزاف الناس اللي كيقولوا لي راه كما كتخليه يهضر، راه انا ما كنقصدش فيها انني نفوق على الهضره ولا شي حاجه. انتم كما كتشوفوا احنا كنريقوا دابا غادي الوليدات باش يمشيو للمدرسه، وحتى انا عاوتاني باش نمشي للعمل عاوتاني، وانتم معنا. المهم الحباب، بزاف الناس اللي كيقولوا لي بقا تخليه يهضر ما تبقاش تقطعو، انا راني ما كنقطعوش، زعما ما كنقطعش، كنقصد انني نقطعو ولا شي حاجه، راه ربي شاهد، غير هو كيكون كيهضر وانا عاوتاني كنهضر، زعما ما كنقطعوش عن قصد ولا شي حاجه. خذ راحتك سي حامد. لا بيناتهم اكثر، غير دابا هي كتهضر، دابا هي انا ما عنديش مال، دابا هو ما كيهضرش، زعما ما عندوش مع الهضره بزاف. لا دابا انا كنهضر تقي شويه امام الكاميرا، داكشي علاش هي كتهضر. كنصلح الامور. المهم الحباب العزاز الغاليين، اليوم نهار جديد وفيديو جديد، اليوم دابا مشينا انا وحميد للسويقه، جبنا شي خضيره، داكشي اللي كتب الله صراحه الخضره العافيه والله العظيم الا بقيت انا معجبه. الدجاج وصل 20 درهم الكيلو، سميتو الدجاج ما جبناهش والله ما جبناه، 20 درهم الكيلو في الروج خصك من 50 درهم الفوق عاد تجيب في الروج، والله ما جبناه، جبنا غير خضيره فلفله مطيشه بطاطا البنجال هادشي اللي جبنا صافي، هادشي اللي غنديرو للغدا والحوت، الفلفله ديال البلاد هي اللي شرينا صافي، غادي نديرو الفيتا وراه تيتقلى والفلفله ومطيشه وسميتو الدنجال ها هو كتبعتو هنايا درتلو المليحه صافي، والفيتا هو صافي، ودا الربيع باش نديرو شنو مولا الحوت صافي، انا نكمل انا داك واخا مرحبا، والحوت ها هو غادي نشملو، وغادي ندير غير السردين اللي غادي نخلي ونخلي هذا، وهذه غادي نديرها في الثلاجه حتى نديرها في الفران معاكم ان شاء الله. وانتم يا المشاهدين تابعونا، بسم الله بسم الله، عندي لكم شرمولة، شرمولة على حقها وطريقها، لا عرفتي إلا درناها في الآخر مزيانة، كلشي غالي يا الحباب والله إلا زعما المسكين مبقاش يعيش، كلشي غالي كلشي غالي. إيه إوا الله يسلمك شوف شوف الخير، دابا الوقت دابا الدبدة مبقاتش كتصفق، دابا كلشي كتصرفق ماشي كتصفق والله، الله يسلمك شوف شوف الخير. دابا حنا وحسنية كنتعاونو باش نوجدو الغديوة، حيت مشا بحال شوية إوا كنتعاونو أنا وياها باش باش نوجدو الغديوة عاوتاني، كنديرلها إن شاء الله و شمولة راه كلشي بزاف، السنطة والسردين. الصبور ديال البلاد واعر فيه واحد الريحه في هنا، كتوصلو الريحه كطالعه شتي تبارك الله، الصبور ديال البلاد حتى تيجبنا غير نص كيلو بركه، جبنا واحد
مصلصه صغيره بنو هذا الروبيو كدا عاوتاني نديرها في الفران ماده ديال الحباب والله الا دابا بحال الدجاج بحال اللحم هذا الكسرون اللي باش نحط فيها شمره كبيره علاش فيها يجي لك شي بلدي شي بلدي 100% ندير الثومه عليها وندير شويه الزويته والعطريه ديالي وانتم معنا المهم نشوفوا الطريقه ديال الشرموله ديال البلاد هي كنعرفها غير عارفه كنتبعوها فلوس ندير لها الريحه باش ما كت الثومه صراحه انا احسن غدا عندي والله العظيم هو هذا الغدا القليل هكا الحوت الفلفله ما طيشان الفريت هذا هو الغدا اللي كيجيني زوين خفيف شويه ديال التماره فيه شويه ديال الساعات ولكن واخا هكا كيجي زوين كتنوع ماشي بحال المرقة كتاكل غير المرقة ثوما عاوتاني صراحه حميد كيعاودني فاش كنكون مريضه دائما هو اللي كيطيب هو اللي فاش كنقدر نشمض يعني هذا المشاهدين دابا الواحد كيشربو العوين مزيان فاش الما انا دابا كان العوين واخا حتى في الطبله وهذا راه مزيان لا كتن بارك الله فيك دابا المشاهدين انتم كيما كتشوفو ضروري العوين كل مرة مريضة راه ضروري باينة يلاه جينا من السوق ديريكت من السوق انا مازال بجلات لا هي والله الا حسن هي مازال بجلات دابا ما عنديش البيجامات اللي بيديهم عندي غير البيجامات من السوق ونقدر نخدم هكا بجلات جينا ديريكت من لاكور ديريكت للكوزينة عاود يعني عاوتاني راك راكم عارفين هي المشاهدين دابا الدراري غادي يقراو انا بعدا ملي كنوض الصباح كنجلس من الصباح وانا واقفة دير هادي والله ما كنبغيش نعرف شوفوا البريت وشطر لا مشاهدين عاوتاني راني كندير هنايا شويه البريت كنقلي هنا البريت كنقلي هنا شويه البريت باش ها نتوما كيما كتشوفوا كنقلي البريت باش نرجعو غديوة تاعنا و هانتوما معانا جاو العطرية هيا مكاينش المعاق نديرو بال بعدين عليا ونديرو غير هكا كلشي كلشي غير هكا يا حسنية باش ما ديرش سكينجبير لا نديرو شويه سكينجبير عطرية مزيانة يا حسنية كمون سكينجبير باش انت كطيب الدوارة دير العطرية كاملة نعم العطرية كاملة كتدار الدوارة لا ميراو كمان وخرقوم اللي كدير في الحوت تسود ردوا عليا يا المشاهدين قال كيدير سكينجبير في الحوت شوية سكينجبير وكندير سويت بحال هكا هانتوما المشاهدين داكشي لو كان حمد كان عليك هادشي عاد دير العطرية انت غادي دير العطرية عاد غدا الله يجازيكم بخير اللي عندها شي فكره ولا اللي عنده شي فكره وعارف هذا الشيء
الهويه بلا كارت الاولى اللي قلت لكم كان عندي فيها مشكل وما قبلوهاش، وخدمت لاكارت وخرجت لي لاكارت ودفعت لهم تثبيت الهويه، صيفط لهم تثبيت الهويه وعمرت داكشي اللي خاصو يتعمر، واخا هكاك مازال ما جاوبونيش اليوم 3 ايام ومازال ما جاوبونيش، والله العظيم راني ربي اللي شاهد عليا. دعيو معايا يا شباب، دعيو معايا المشاهدين، الامور على خير وبخير، دعيو معايا يرضوا عليا مع سيدة برام زعلانة. ماشي ساهل الصراحة اليوتيوب، راه ماشي شي حاجة اللي ساهلة والله العظيم، أنا قبل ما ندير لي اليوتيوب كنت كنقول ساهل، ولكن راه ماشي ساهل والله العظيم الحباب، إلا صعيب صعيب أكثر مما كتصور، لأن في الخدمة بالأخص فاش كتكون كتخدم على السوايع، واحد الخدمة اللي صعيبة، لا خدمة السوايع ولا خدمة الدولار ولا أي خدمة صعيبة، خصوصا الواحد اللي كيكون عنده الوليدات صغار. أنا دابا عندي تبارك الله 4 ديال الوليدات، وسميتو ما يدير التصوير ما يدير لا مونتاج وما اللي غادي يصيفطو لك، يعني ما يمكنش يجي واحد ما كيبغيش وغادي يكتب لك ولا. مرحبا والف مرحبا بكم في اي وقت، تابعوا معايا يا شباب، الله يجازيكم بخير، تقاد لي الامور ويجاوبني في اقرب وقت، والله العظيم الا راني على اعصابي ان تثبيت الهويه وصوبت لاكارت بغيا وهادي وصيفط لهم عينها وصيفط لهم، وفي الاخر دابا ما جاوبونيش والله العظيم، عرفتي الا كان غير جاوبوني شنو كاين، واش هي ولا لا، واش قبلوها ولا ما قبلوهاش. ايوا نطلبوا الله في الخير، ودعوا معايا مشاهدين، دعوا معها، واللي عنده شي فكره اللي عندها شي فكره تفيدنا بها، اللي عندها شي فكره تفيدها بها، الله يجزيكم بخير. هنا حسنيه راها تقريبا عامين وهي عامين وهي في ستريس وكتبات اللي كامله وهي سرانه وبسرعه وكان في بكري مع الدراري، عاود بالليل كان بات سرانه صحاب شحال من فلوس. ايوا ما كاينش حاجه، هي خديتي لي البانيو، داك البانيو خديتها نكملو، هي خديتي غير خديتي غير داك البانيو فاش كنت كنجمع خليه، سرانه مازال عندنا كتقولي ما تحطش فلوس. انتما معنا تيوجد الغداء، ودابا هي الحباب ديالنا انتما كما كتشوفوا ها هو الغداء ديالي وجد، راني مازال ما ساليتش بالقلي، راني مازال كنقلي، ولكن مشى الحال على حميد، الدراري اللي تغداو مشاو للمدرسه كامل ونادى، انتما كما كتشوفوا ها هو الفريت، ها هو الدنجال كيفاش جا، كيجي هكا الحباب مقرمش، كندير له في الفينو كيجي زوين، ولاصوص ديالي ها هو، والحوت ها هو السمطة والسردين، يلاه غير جوج اللي قليت، والفلفله صافي يا الحباب، هادشي اللي كاين. دابا حميد غادي يتغدى، مشى عليه الحال غادي يتغدى باش يمشي للخدمه، وهادشي اللي كاين الحباب، وسمحوا لي وقبلوا عليا، راني مازال ما ساليتش بالقلي والله الا راني واحله، هو راه مشى يدوش باش يمشي للخدمه، صافي غيجي يتغدى باش يمشي للخدمه. صافي يا الحباب العزاز الغاليين، شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم، ربي يحفظكم وربي يستركم في الدنيا وفي الاخره، وبسلامه عليكم وتهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد، ما صحتش بكم ورجعت معكم. دابا صافي تغدينا وجمعت المعان وغسلت داكشي، صافي بقات لي غير البوطه نمسحها، صافي غسلت هاد لابابو حتى هو كان فيه الزيت وداكشي كيما شفتوا، راني مازال مجلبتي ها نتوما، والله الا مازال مجلبتي. صافي الحباب دابا غسلت المقله فاش قليت وداكشي كلشي، دابا غنستف هاد المعنات صراحه، حتى خصني نستف كل حاجه لبلاصتها عاد نكون مرتاحه، الا ما رديتش هادشي لبلاصتو ما غاديش نكون مرتاحه. طبعا
صافينا الحباب العزاز الغاليين، صافي هذا الشيء اللي كاين دابا. طبعا غنمشي نحيد جلابتي ونمشي نرتاح. عييش من الصبح وانا واقفه. وصافي الحباب العزاز الغاليين، شكرا لكم وربي يحفظكم ويستركم في الدنيا وفي الاخره، وربي يستركم وربي يحفظكم. وشكرا لكم بزاف على لي كومونتير زوينين ديالكم، ما كرهتش كاملين تكونوا جالسين معايا ونكون كنهضر معكم مباشره. شكرا 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 شكرا، ربي يحفظكم وربي يستركم في الدنيا وفي الاخره. وبسلام عليكم وتهلاو في راسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.